حنا من دوار واحد ما عنده ما بقى الا فين نمشيو. لا اله الا الله كل شيء مشى. السلام عليكم. انا خدام في هذا المحل هذا وطاح لنا هذا القنت من هذا ديال الجيران ومؤثر علينا من ناحيه لقمه العيش منو تنصوروا طرفه الخبز بالنسبه لوليداتنا. تكرفصنا بزاف الضيور رابوا علينا الضيور. ولدي الاخر الكبير عندي راه هو مهرس راه في المستعجلات تاع الدراري الصغار مهرس. هاد الناس كاع اللي حدايا راه حنا من دوار واحد ما عنده ما بقى الا فين نمشيو. لا اله الا الله كل شيء مشى. شي خمسات الناس ربعات الناس داكشي اللي كاين خمسات الناس ربعات الناس. حنا دوار صغير مشاو 22 واحد الدراري الصغار وكل شيء مشى ما بقى عندنا لا حد لا حنين. بالنسبة لهذه الهزة الأرضية اللي ضربت من عند الله سبحانه وتعالى أثرت علينا بزاف حيت كاع الديور ديالنا طاحوا في الدوار كلشي. الناس مرعوبة خايفة بزاف الناس ما لاقياش ما تاكل وما تشرب. المنظر الداخل مؤلم جدا. كاينين دراري صغار فقدوا الوالدين ديالهم بجوج يعني بقاو بوحدهم الله يحسن العوان. و فريمون الناس الكبار زعما مضرورين بزاف.